الجزاء ولا تسديدة يا ولد يا ولد. جول عرباوي أول بطريقة رائعة من محمد عبد القادر، يضعها داخل الشباك والحارس يوسف عوض لا يصدق في اللقطة الماضية. الكرة كانت ساقطة من محمد عبد القادر، شاهد النظرة، يا سلام على النظرة ويا سلام على النهاية، وضعها على طريقة الكبار اللاعب محمد عبد القادر، يأتي بالفرحة الأولى لصالح العربي. جميلة يا ولد، دخلت الشميلة، هنا فرصة التعادل، والتعادل يأتي الآن عن طريق سعيد براهمي بكرة خاطفة يضرب بها دفاع العربي، والهدف التعادل. شاهد التمريرة كانت جميلة، يا سلام على الثقة، وضعها بباطن قدمه اليمنى على يسار الحارس مؤيد عبد الله، والهدف التعادل. ولكن يا عيني على اللمسة التمريرة، وهنا النهاية السعيدة لصالح الخور. يا ولد يا ولد، جول عرباوي ثانية الآن، جول عرباوي ثاني عن طريق حسن رحمن، هدف جميل من حسن. شاهد التمريرة البينية الآن واليسارية وصلت للشباك، والحارس يوسف عوض ليس له حول ولا قوة على التصدي لهذه الكرة، دخلت الشباك يا يوسف، والهدف الثاني يأتي. ولكن يا سلام على التمريرة، كانت رائعة والنهاية بكل تأكيد بينية جميلة، فرصة خطيرة لصالح. ولد يا ولد، الله يا إبراهيم، الله عليك وعلى فكرك الراقي، هدف عالمي من إبراهيم كلا. شاهد خروج الحارس يوسف عوض، شاهد البينية، يا سلام على البينية ويا سريرة خلف المدافعين. فرصة الرابع الآن، فرصة الرابع، جول رابع يأتي أخيرا من محمد الخلفان، يأتي بطلقة رصاصة الرحمة الآن. محمد الخلفان يأتي بالرابع، لا وجود للأوفسايد، التمريرة كانت رائعة، الأولى صح والثانية صح.